شيء الدليل يعني برامج جهال ولا كذا شو بين يوم وليلة سكروا لهم داروا فيه قاعتين هذا ماي واحدة انت القمة العربي دي رفع اللي فات بعدين مصارس وهذيك الثانية واحدة هوتيل هوتيل والله اسمع مشيت انا زرت الهوتيل بصراحة فشيت في الحجر متاعها كلها بعدين طبعا ما احكيليش قداش فلسطينيين تدرب يعني انا زمان بريطاني ملحق عليه يعني ايام كان يدرب كان يدرب فيه هنا قدافي ما فيش حاجة في الدنيا تدربت ودارت مشاكل الا في البوسباوة هذا وين زمان بكرة ما كنتش تسمع حاجة النور هنا ما تقدرش تخش جهة الشمال وبعدين شنو القصر هذه قصور قصور دارها زمان لضيافة الناس اللي جو برا يجوا هو زميتك واحد دار فيه حوش طبعا اللي هو الكبير هذا كان تشبع فيه وكلها لا يداله يعني هو دي ما يحب يكون كفيه وبعدين جو في الأخير تو داروا هوتيل عمية صغيرة باش يديروا بزنس كيف 25 طابخ ولا مش عارف كم المهم نحكيته يعني عندي شباب صحابي يشتغلوا غدا هذا يومين ميزانيات دول تصرف عليها ولا المباني لهني يعني ميزانيات دول تعال للصومال ولا كذا يصرف في الصومال ما يصرفش في هذا المي يعني من تموين ومن كذا عالم سبحان الله عايش عليه كيف ما يبي هو خلاص هذا بالنسبة للخصر بعدين تعال لوجودي بيت القدافي بتاع شارع الطب انا طبعا البيت حتى هو حضرته انا بيت هذا ايش في مساحة بالله اللي واخده كأنه هو الوحيد اللي عايش والناس كلها وباش طبعا انا لا جيني هو لان الناس ديما بنساسي بنساسي من عشور حشا حلو مش عارف شنو كذا ايش ما حش بنساسي بالله هذا المربع اللي في حش بنساسي هو يقاوي هذا الحش باي كلش بحجر لا شب لا واحد يعني هذا ناس من اغنى الناس كان في ليبيا خدم وعرض جاي بنساسي بس براحة من عشور تنوري جاي دار وراخد الدنيا كلها وجاي بس كان هو هو مدار دار الصور لسمي بعدين بدو يخدم سنتين قعدوا يخدموا تحت الأرض بعد ما طلعوا بعدها بسنتين ما قعدوش 3-4 شهور كملوا هذا كله اللي برا تشبعوا فيه بقى يحكى أن السنتين هذوك ابنوا فيهم 11 دور تحت الأرض هذا المعروف يعني متداول عندنا احنا الناس اللي هذيك القريبين وكذا 11 دور تحت الأرض كل خرسانة صبان ما فيش حاجة بني بلوك ولا شن اسمها هذا يجور ولا طيح سال هذا إنسان في حالة نفير من يوم جالي ليبيا حالة نفير بعد حوش هذا جيل حوش عش هو شيء ما بين فشلو من نفليين هذا حوش عش لذلك وشف المساحة وشف الدنيا وشف الناس كلها ميتة هم عايشين في خضرة وعايشين في كذا ويجي لي مساحة كاملة بلاك كامل عارف كي ياخده يحطها تقول مرة طويلة جد جدا ولا مش عارف شنو وجاي اذا ما يتمسجد عني في الجنب وكذا بعدين يجي الساعة خضرة الساعة خضرة معروفة هذا طبعا اللي لحقت عليه قبل يطيحوا الساعة خضرة هذه كانت طبعا في نافورة قديمة قاعدة لا توا النافورة هذه النافورة الساعة خضراء والجنيه اللي بجنبها كان ما بيناتهم الطريق هذه وكان وما في سيارات بداية السيارات ومشي للشرق هذا كان مبنى بلاك كلها يعني دور الدائر أقواس وفوق يعني نفس التفصيلة بتاع شارع عمر المختار وشارع أو سبتمبر وشارع أو سبتمبر الله يحترم قديش لفظ الشوارع اللي قديمة ما سمعت غنية أو نسيتها مش جايبة في دماغي لكن هو شارع المقرية في شارع مزرعة فهنا كان في واحد من المرابطين يعني المرابط هذا كان يعني كان من الناس اللي جاءوا اليهود زمان فانقم عليه نحاه يعني كذا كله بشي نحي هو باي هذه الساعة خضرة بعدين جو لقاعة الشعب الشعب يما رد يعني من المؤتمرات من كذا كل شيء يصير فيها كل شيء يحدث فيها كل شيء يعني وهذه كلها كانت تشبه المساحات مش كبيرة يعني فأنا بنجيبكم الصورة كلها الأشياء اللي وريتها لكم تو هذا خط أبيض اللي تفتح فيه من دائرة الدورة هذه كلها من دائرة هني هذه تحمل
الأشياء اللي وريتها لكم كلها. أنا اللي نعرف أنا يعني نحي حوش عيسى، بس حوش عيسى الله أعلم. لكن الأماكن كلها هذه كلها فيها دهاليز مربوطة ببعضها. أنا بتيك في 600 في الغارة خشينا على الدهاليز هذه ما بين المعسكر وبين القيادة حاضرينها، يعني كل حفريات هذه كلها تتسقف 3 مرات بالسنة يقعد يحفروا ويخشوا، يعني معروفة الناس كلها اللي دا في خش من لطة طلع من لطة مشي من غادي، هذه دوتنا هذه اللي دو فيها عادي في المنطقة هذيك عارفينها يعني. فني نحي مكان واحد متعايشها والباقي زي ما نشرح الفيديو قدامي تو، 1000% طرق كلها يستعمل فيها قدافي بالدكتك يمشي يخش في حاشا جيني. هذاك قلت لك 11 للطابق لطا 11 طابق ما انا ايش بحش معنا 11 طابق في طرق في باركات زوات في عالم، يعني الناس اللي بيحاولوا انه يخش للانسان هذا لازم يديروا في اعتبارهم، المناطق هذه كلها لازم يحطها في اعتبارهم، لان هذا فعلا راترا وقنش هذا، لان هو عارف هو يشعر انه هو عايز زي القنشة فيقول لك هذا ماي الجردان، احنا مش جردان، احنا وكالة الجردان هم هيك، فاحنا نفتخر ان احنا نكون الجردان. لو ان الجردان يطلع على الطغاة يطلع على القتلة ويطلع على الكذا فنحن الجردان وني الجردان، لو انت تفهم الجردان هيك. لكن انا احب نذكرك انك انت انسان زميتك قائد للثورة كما تدعي، الثورة التي لم تكن فيها حتى قطرة دم، فانت اول واحد مفروض توقف تضرب تحية للشعب هذا يقول بارك الله فيه، يعني مفهومي وتورتي وصلت إلى الناس هذولي ودار علي الثورة وتوى لي من حق أنهم يمسكوا. يجي أول ما تقتلهم أنت، تقتلهم أنت لأنك أنت تودرت أبناء ودرت أحفاد بديت تشعر بالروح، زمان كنت وحدك لقيط أنت جاي تنقم علينا أنت. والله يقسم بالله أنا نذكر فيها في الثمانينات قاعد مع شيباني قلت له المفروض نخلولها ضرب ونطلع منها، قال لي شن بلاد بو ولا بلاد جدة ودي الكلب، هو قال لي اطلع هو يمشي الفاسق الفاجر، وانا نقولها لك مرة ثانية تطلع انت يا فاسق يا فاجر مش نطلع احنا، هذه ارض نحموت عليها لاخر لحظة. هذا ركبت كده العادة انت على ضرب الطار لا تضعين يسعقك ان شاء الله. هاي السلام عليكم يا جماعة، كان حد يعني شاف اي خطا في المعلومات هذه والله يفيدنا هو نعرفته، ولا كان عندكم اي عناوين تانية بالله عليكم دوموان، اللي يعرف حياش صغيرة اللي يعرف يعطينا غير عناوين ولا يقولنا هو وين تنطلعه احنا، يعني اللي ما يقدرش مثلا يخش زينا احنا ويدير ان هذا حد جادي بصراحة، ممكن في حد تاني يخير مني، ان هذا يعني فكرة بسيطة طلعت بها ودرتها لي، فاللي يقدر يفيدنا بالاكبر الله ما بارك، اللي يقدر ينصحنا يقول يا اخوي انت غلط ولا كذا الله ما بارك، نقبل النصيحة يعني احنا توا في حالة نفير وفي حالة حرب، وكل واحد اللي يقدر باش يقدر يساعد، اللي يقدر باش يقدر يساعد، باش ما تقدر بفلوسك بجهدك بوقوفك بآلامك كان كنت انسان مثقف، يعني احنا ننتظر منك كلمات، كان كنت انسان شاعر ننتظر منك قصائد، يعني ماذا بينا كلنا نساعده، اللي قصدي في النهاية بكل بالدعاء.